هلا بالخميس معكم دراد اي جي سي واليوم حنحكي عن اخبار الالعاب. هلا بالخميس بليزكون كان هالجمعه فتوقعوا كثير اخبار عن بليزرد بحلقه الليله. حنبلش باول وحده بلعبه وورلد اوف وور كرافت. وورلد اوف وور كرافت اعلنوا عن تحديث جديد وحيكون باتل فور ازيروث. هالتحديث حيرد الخلاف بين الالاينس والهورد، كانوا متفقين سوا ومجتمعين ليردوا الانفيجن تبع الديمونز على عالم وورلد اوف وور كرافت، هلا وقفون ورجع الخلاف بين بعض. هالتحديث حيكون فيه جزيرتين جداد، كل ثراس للالاينس وازعندلار للهورد. انتو مع مين، الالاينس ولا هورد؟ انا شخصيا فور ذا هورد. وكمان اعلنوا عن فانيلا سيرفرز بالوورلد اوف وور كرافت، وحيرجعوا يردوا الاحساس بالنوستالجيا للعيبة اللي عم يلعبوها او اللي بده يجربوها عن جديد. حيشوفوا شو هو عالم وورلد اوف وور كرافت وليه العالم بتحبه هالقد من ورا هالسيرفرات اللي حيكونوا فانيلا. اللي حابب يبلشها لهاللعبه بنصح يبلش من هالتحديث، بس اذا بلشتها حتنسى كل العالم، يعني ما حبوا في شيء الا وورلد اوف وور كرافت بحياتك. كمان بليزرد اعلنوا عن شخصيه جديده بالبليسكون بقلب لعبه اوفر واتش، وهالشخصيه حتكون مويرا. مويرا هي سبورت تعمل هيلز ودامج كتير قوي مخصوصة من ورا السبلات تبعها. بالأول عندها فيها تكب دامج على حدا بنطنط على الحيطان وبيشبق فيه أو هيل على رفقاتها، أو كمان في عندها الساندري هي الألتي تبعها بتكب. ساندري هي تبع فينيكس بس عم سميها ساندري لأنه ما بعرف لأسمها باللعبة، بتكب سبل لقدام وبتأذي كل اللي بوجهها، كمان فيها تساعد رفقاتها وتهيلهم بهالسبل هي ذاتها. وهالسبل بتقطع بين الحواجز، إذا راينهارت واقف بوجهك حاطط الشيلد ما فرقت معك لأنه حيكلها وحيتدعوس. وكمان أعلنوا عن خريطة جديدة يلي هي بليزرد وورلد، هتتضمن كل ألعاب بليزرد بيناتهم وورلد أوف ووركرافت، هارتستون، ستاركرافت، لوست فايكينجز، كل ألعاب بليزرد موجودين بقلب هالخريطة تبع أوفر واتش. ومن وراء الخريطة كمان نزلوا تياب للشخصيات كمان من غير ألعاب، مثلا منشوف نوفا ويدو ميكر من ستاركرافت، بوتشر رود هاج من ديابلو، وبلاك هاند دومفست من وورلد أوف ووركرافت. وكمان منشوف كريسيدر راينهارت يلي بيان بقلب الأوريجين ستوري تبعه، يا ريت كان بس مش مشطوب عينه، كان أحلى بكتير بلا شطبة. وفيهم كانوا يقطعوها، مثلا عم بجيبوه شاب، جيبوه شاب قبل ما تنقلع عينه. أعلنوا بليزرد عن كمان إكسبانشن جديدة بقلب لعبة هارتستون يلي هي كوبولدز أند كاتاكومبس، حتتضمن فوق 150 كارت جديد. ولأول مرة بلعبة هارتستون حيكون في دانجن مود. دانجن مود يعني تاخد أنت شخصية بيعطوك هن 10 كروتة وبتصير تلعب ضد شخصيات مختلفة هن مخترعينها، بتلعب ضد 8 هيرويات أو أبطال وتربحهم ليطلع لك جايزة آخر شيء يلي هي الكارد باك اللي بلا طعمه، بس انه جايزه بنهايه المود هي بتسلم انك عايز تربح جايزه كرمال تاخذ شيء. يعني على كل حال انت عم تربح الشخصيات بيصير يعطوك كروت جديد كرمال تقدر تتقدم ويقوى الشخصيه اكثر تبعك، كرمال تلعب اكثر واكثر تربح اكثر واكثر لبعدين. اكس بوكس 1 اكس صارت موجوده بالسوق وبتتحمل 4K جيمنج و 60 FPS، قربتوا على البي سي. بس مقابل الاكس بوكس 1 اس اللي حقها $250 تقريبا، النص على الاد، ف ما بعرف انه اذا كثير عالم حتتحمس تشتريها هالقد بتفرق معكم 4K و60 FPS؟ ما بعرف، بتفرق $250 لانه قولوا لنا بالكومنتس. لتاني مرة على التوالي بيربحوا ساوث كوريا الاوفر واتش وورلد كاب، هالمرة تغلبوا على فريق كندا وشفنا منهم بيرفورمانس رائع وخصوصا على فلاور بي ويدو ميكر. واي اي اعلنوا عن اي جي سي 3 اف سي 3 وحيقولوا انه هاللعبة مش مثلها مثل غيرها لانه حتتضمن فوق ال 5000 حركه زياده بالقتال، يعني طريقه الحركه حتكون سهله اكثر، طريقه بينه واقعيه اكثر. وكمان الشخصيات المشهوره اللي موجودين باليو اف سي 3 حيبينوا انه هن شخصيا عم بيقاتلوا، لانه كل حركه هن بيعملوها زياده هن وعم بيقاتلوا حتبين بقلب اللعبه هالقد مهتمين بالديتيل. اي يعني عم بيعملوا لعبه جديده هالمره، مش هي ذاتها نسخوها وكبوها ب 2018. يعطيهم الف عافيه عم يتعذبوا. Call of Duty World War 2 نزلت وشفنا ان القصة مش كتير حلوة، بس انه حلوة بتنلعب مهضومة. كمان في شوية تغييرات فيها، ما فيك بقى تعبي دمك انت واقف بارضك، مجبور تروح تلاقي هيلث باك. وكمان زادوا عليها النازي مود اللي حكينا عنها، وزادوا عليها محل تقعد انت ورفقاتك تتفرجوا على عم بفتحوا لوت بوكسز، غريب شوي. على كل حال بهالمحل كمان فيك تقوس انت ورفقاتك تعودوا على الاقواس بقلب اللعبة، ومبدئيا اللعبة كتير ناجحة معهم. وكمان زادوا نيو مود على الكومبتيتيف يلي حتكون مش بس قواس وقتال، حيكون انت عليك تعمر جسر او توصل حدا من محل لمحل او توصل شخص من محل لمحل، لتصير لعبه اكثر مش بس عن القواس وعن القتال. غريب مع انه لعبه كول اوف ديوتي.
مثل كل جمعة حنحكي عن فرق Overwatch، وأول فريق عنا LA Gladiators من لوس أنجلوس حيكونوا باللون البنفسجي واخدين راينهارت والشخصية تبعهم. كمان عنا فلوريدا ميهام باللون الأحمر وجانكرات والشخصية تبعهم. عنا كلاون داين عملوا فريق وسموه لندن سبيتفاير وحيكون بالألوان الأصفر والأزرق وتريسري شخصيتهم. كمان ما حننسى فيلادلفيا فيوجن يلي هن باللون الاصفر واخدين وينستون الشخصيه تبعهم. وكمان اوبتيك جيمينج عندهم فريق بالاوفر واتش ليج وحيسموه لهيوستن اوتلاز. عندهم احلى لوجو شفته لهلا، عاملين فردين على شكل حصان او حمار. حمار هذا مش حمار، هذا طور، هذا طور طور مع هيك. بلاي ستيشن نتورك مشوا طريقه جديده للاعب يقبضوا مصاري، صاروا عم ببدلوا التروفيز بقلب نقط والنقط بيتحولوا لمصاري. يعني السيلفر تروفي بيصير مقابل نقطه، الجولدن تروفي مقابل 10 نقط، والبلاتينوم تروفي مقابل 100 نقطه. كل 100 نقطه بيعملوا لك دولار بقلب اللعبه، فحتقدر تشتري فيهم العاب او اغاني او حيلا شيء ثاني. Horizon Zero Dawn نزل فيها تحديث جديد لكل اللي بيحبوا هاللعبه، نزلوها ونزلوا التحديث ورجعوا لعبوها عن جديد. لعبه بتعقد ما بعرف. شخصية اللي كانت عم تكب سحر على قلب الفاونتن بالليج اوف ليجندز اللي حكينا عنها قبل بينت، وهالشخصية حيكون اسمها زوي. كتير مهضومة وكتير كيوت، تفرجوا عليها. إذا بتحبوا ليج اوف ليجندز حتكون بقلب البي تي ار جمعة الجاي، وحتكون نازلة على لعبة مفروض أول 2018. وما تنسوا لايك شير سبسكرايب إذا حبيتوا الفيديو، وإذا ما حبيتوا فيكم ما تحضروا عادي، ما حدا جابركم. ما أنا جاي أقول لك حبيتك تحضر أو ما تحضر يعني، بس إنه إن شاء الله تكونوا عم بتحبون يعني. وإذا ما بتحبوا خبرونا بالكومنتس شو رأيكم، ليش هيك وليش لا. وإذا بتحبوا كمان فيكم تكتبوا، كتير تكتبوا بالكومنتس. عم بيحكيني بنص ساعة قلن يكتبوا بالكومنتس، فشرفونا، أهلا وسهلا فيكم. على كل حال كمان في عنا إنستغرام وعنا فيسبوك وعنا تويتر، إذا بتحبوا تتابعونا على الصفحات. وكان معكم دراد إي جي سي والديسكورد والديسكورد والديسكورد، ونرجع بنذكر بالديسكورد. كان معكم دراد إي جي سي، شكرا لحسن المتابعة. That was a very awkward conclusion. كيف تحكيون عن AGC 3 خير؟ يا خي مش حنعمل عنا قريباً على كل حال؟ مش هلا بس. طيب خلص خلص.